خلينا نروح عند جورج لحتى نعمل هيك كم حركة ونشوف كيف فينا نحرك عضلات جسدنا. مع الأسف مع كل الأوضاع السيئة يلي عم نشهدها بمنطقة الشرق الأوسط، في كتير أشخاص بحبوا يمكن يقوموا هيك بحركة أو بحملة بركة بيقدروا يوعوا أشخاص معينين أو يتركوا رسالة صغيرة أكيد فيها كتير من الحب والسلام، ويحاولوا قد ما فيهم أنه يعملوا شيء بهالأيام اللي ما حدا عم يقدر يعمل شيء. فخلينا نتعرف سوا، بخلينا نحكي مع تانيا عن شخص كتير لذيذ وقام بحركة كتير حلوة وتتعرفوا عليها، بخلينا نحكي. كيفك اليوم؟ أنا كثير اشتقت لك. أنا كمان كثير. إنه بحبه لجوزيف بس شبعت جوزيف. طلع من حياتي جوزيف. أنا خلصت. لا ليك بحبه لجوزيف بس إنه كثير طلعنا سوا. بس اشتقت لك. أنا كمان. مشتاقة لغادة، مشتاقة لغيدة. وأنا مشتاقة لمواضيعي بليز. خلص لازم بقى، مش معقول، ظبطونا يا جماعة بالرجي. بدكم إياه تحت الطاولة. مثل ما قلتي رولا، اليوم ضيفتنا من عائلة الإعلام، عزيزة على قلبنا، داليا العقيد. بدي أقول لك أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. صباح النور. داليا، أوقات رولا الصحافة الإعلامية اللي عم بيشتغل خاصة أخبار أو إعلام، لما بيشوف الوجع بحس لا حول لي ولا قوة، يعني كل اللي عم بعمله هو إني عم بنقل الخبر، هيدا أقصى ما عم بعمل، إنه شو ممكن أعمل لساعد، لأنه ورا كل إعلامي في الإنسان، في المواطن، في يلي بيوجع. فداليا من هالأشخاص يعني يلي انوجعت ويلي لا حول لي ولا قوة عن جد، شو بقدر أعمل؟ فداليا يلي عملتيه هو إنه بكل بساطة طلعتي حملتي شعار غير شعار دينك، لبستيه وطلعتي فيه كمساندة، بلشتي هون، يعني إذا بدنا نقول بلشتي هون كسند لشعبك، إنه أي مواطن من بلد العراق الحبيب يلي اليوم عم بيعاني أنا هو، هيدي كانت يمكن أول رسالة فيها. إذا بقلك اليوم داليا العراق اليوم لما بتفكري فيه شو بتشعري، شو بيكون جوابك أول شيء؟ يعني وصلت لمرحلة وي باست مرحلة الزعل والغضب، وصلنا لمرحلة القرف لما توصلي وبتشوفي اللي عم بيصير، ومش بس بالعراق، بالشرق الأوسط in general، بتوصلي خلص بتقرفي، بدك تغضبي، بدك تغيري، تكسري، تروح، يعني ما في شعور واحد ممكن أنه تقولي أنا أشعر هكذا. الأوضاع سيئة، الناس عم بيعانوا معاناة، الذل اللي عم بيشوفوه كتير صعب الواحد يتابع ويشوف ويسكت. صحيح. طب داليا، على الرغم من تركك للعراق من سنين طويلة، هالعلاقة أكيد نحكي أنه واحد بضل مواطن ما بينسى وطنه، بس هالغير العالي على العراق يلي أنت إلك سنين من قبل ما اليوم نشوف الأحداث اللي عم بتصير أنت بعيدة عنا، شو اللي هالقد معلقك بهالشعب وبهالأرض يلي أنت أصلاً أنه أكيد منحب شعب بلادنا ما بننسي، بس لدرجة أنه أعمل حملة معينة؟ تعرفي أنا يمكن اللي الطريقة اللي تربيت فيها، أمي فنانة تعتبر من رواد المسرح في العراق، فمن أنا وصغيرة تربتني بطريقة أنه لازم أكون involved بالإشياء اللي حواليا، ومن أنا صغيرة تعلمت أنه لا،
يمكن بيقولوا شخص واحد ما ممكن أن يغير، بس شخص واحد ممكن أنه يسمعوا له بالفترة. يعني أنا تركت العراق وعمري 19-20 سنة يعني، بس ضليت يمكن فعلا بفترة غيابي، لأنه كنت very active ضد نظام صدام حسين، وكنت very active politically برا، سياسيا برا. اللي حسيته يعني أنا كنت محكومة بالإعدام وممنوعة من الدخول إلى العراق لسنوات وسنوات. فبعد شيء أكثر من 20 سنة رحت للعراق لأول مرة فعلا، يعني إحنا بنسمعها بالكتب إنه يا هاي هيدي شعر، فعلا حسيت إنه جذوري قد ما بكون حوالين العالم، جذوري فعلا في هذه الأرض. حلو حلو. وهيدا مش شعر. لا مش شعر، هي حقيقة بتحسي يعني من حدا عم تقلي انحكمت اعدام، كنت ممنوع افوت على البلد، يعني كان مفروض مع الوقت اكره هالعلاقة، ما بقى يعنيها هالبلد خلص أبداً. انما لا، الجذور ما بتروح يمكن محل هالقد متأصلة بلا ما نكون عارفين، يمكن انت تقدر لمستيها. بتحسيها هيك يعني اول لحظة دخلت فيها للعراق بلشت احس حتى بالهوى اللي حواليا، ما بعرف علما انه انا انسانه مش عاطفيه ومش شعريه وما عندي، بس هذا شعور محسوس ما فينا نطلع منه لما بنقطع فيه. داليا، لما قلت شو بقدر اعمل، مش معقول اللي عم بيصير بين اهل بلادي، لبستي رمز مش رمز دينك، رمز الصليب كسند للمسيحيين، وعلى فكره يعني انه هالجست البسيط يعني بده يكون واحد عنده راس مسقع بالثلج مثل ما رح اعمل انا هلا بعد شوي، ليقدر ياخذ خطوه، يمكن لانه الاجواء مظلمه حواليك تتفسر بطرق الى ما هنالك. يعني انا اليوم اذا بلبس هلال لساند، اذا مواطنين بالبلد محل ما انا، اذا بلبنان هن مضطهدين، يمكن بيتقبلوها اصلا، ما بتفرق معي. يعني انا بفهمها لداليا، ما بتفرق معي، لان انا مش معناتها غيرت ديني، معناتها انا وديني ودين الاخر نحن مواطنين. بعتقد هيدا اللي عم تعملي كمواطنين، عم نساند بعضنا. بلشت من هون داليا، بعدين وين صرتي انت اليوم؟ شو عم تحاولي تقولي للعراقيين بالعراق؟ في نقطه مهمه، الببليك اويرنس اللي لازم بالضبط. احنا ما بنعرف قيمتها وما بنعرف قوتها، يمكن بالمجتمعات الغربيه اكثر قوه او اكثر فاعليه. فبلشنا من هون انه يا عالم، او على فكره الصليب لا يعني فقط المسيحي، الصليب سيمبل، رمز للاقليات، ورمز لليزيدي، رمز للصابئه، رمز للسني. يعني اذا احنا يعني لا بس ان نسمي الاشياء باسمائها، صرنا سني شيعي صحيح. مسيحي للاسف صرنا فهذا الصليب هو رمز لكل من يعاني للمعاناة. من افكار تطرف وافكار ظلاميه عم تمحي شخصياتنا حتى نكون مجرد مثل القطيع صحيح. نقاد، قولوا هيك، اعملوا هيك، صلوا بالطريقه الفلانيه صحيح. البسوا بالطريقه الفلانيه، بالضبط بالضبط صحيح صحيح. انت اليوم اللي عم بوجهك يمكن اكثر شيء هي الخروج من العراق للاقليات، يلي عم بينتقلوا من مناطقهم بدل ما يروحوا على مناطق امنه اكثر في العراق، يمكن عم بيضطروا يطلعوا من البلد. في ناس عم بتفكر انه ما بقى لي محل ارجع على بلدي يمكن اليوم. فانت اليوم اللي عم بتركزي عليه هو شو للعراقيين؟ شو عم بتجربي تقولي لهم؟ احنا اول ما فينا نطلب من المظلوم انه يتحمل ظلم وعذاب اكثر. بس في نقطة مهمة، يعني الاقليات في العراق، المسيحيين وباقي الاقليات، هم اللي كونوا العراق منذ الاف السنين. يعني حضارة وادي الرافدين اللي كلنا نقرا عنها وندرسها لم تبنى على لون واحد. بالضبط، ليس المسلم هو من بنى وادي الرافدين حضارات. يعني فبالاخر اذا في عمليه تفريغ، احنا عم بنفضي هالبلد من حضارته وعم بنفضيه من تاريخه. ما فيك تلومي المسيحي او صح. اي طائفه اخرى او دين اخر انه لا غصبا عليكم بدكم تبقوا لانه هيدا بلدكم صح. بس فيك توعي الباقيين انه افتحوا بيوتكم، حسسوهم انه اوكي انا اليوم هربت من بيتي، يمكن اروح بضيعه ثانيه، حدا ما بيعرفني بس يفتح بيته لإلي يستضيفني صح. لانه الوضع لن يبقى على ما هو عليه الان.
أما فعلا إذا ما وبلشوا هم يهاجروا أي مهاجر لن يعني أنتوا بأيام الحرب حسيتوا اللي صحيح. هاجر لهو ولا أولاده بعد كتير يلي رجعوا بالتأكيد خصوصا الأولاد يعني بصيروا جنريشنز برا ما بيفكروا أنه يشوا أنا عايش هون وحياتي هون وبالتالي بتكون تفرغت الأرض من أولادها وبيجي غير أولادها بياخد هالأرض وهيدا اللي ما بدنا نشوفه بالعراق يلي اليوم من تحت لتحت يمكن هيدا الهدف منه أنه تتفرغ ويصير شيء تاني ما بنشوفه بولا منطقة كمان كل عراقي يمكن أنا عندي كتير أصدقاء كمان بالعراق من خلالك داليا اليوم هيك بقول لهم دعوة للتعاون معك لتكون حملة مثل وطنية بالعراق أنا بحاول بصراحة يعني يعني أنا عم بشتغل تقريبا أنت لوحدك تقريبا هذا مبادرة يعني فردية أخذتيها بالتأكيد بس التغيير على فكرة ليش عم نحكي عنها خلينا نحكي على فكرة مع داليا اليوم تغيير ببلش فيه تغيير ببلش بشخص تغيير ببلش بفكرة هيدا اللي أنت ابتدأتي فيه بعدين بتكبر الموجة هيدا اليوم اللي بدنا نجرب نقوله للمواطنين بالعراق لبالعالم العربي فكرة افتحوا بيبكم ندق على الباب في مواطن عراقي بحاجة لمواطن عراقي آخر بغض النظر عن طايفته عن تاريخه عن معتقداته عراقي مع عراقي دق على بابك افتح له بابك افتح له قلبك لأنه نحن بمرحلة انتقالية بمرحلة صعبة خلينا نقطعها سوا معي حق أو لا بالتأكيد بالتأكيد يعني إنسان إنسان بالنهاية يعني بالضبط. إنسانيته هي اللي بتدعي الإنسانيته للشخص التاني يتعامل معه بس داليا كيف الأجواء عم بتكون بالعراق هلأ في خوف معين أكيد أكيد الخوف موجود على طول وخاصة في المناطق اللي داعش بلشت تنتشر فيها صحيح. ومع الأسف أنه هذا التنظيم يتحدث باسمي يتحدث باسمك يتحدث باسم الله وياخذ حقي في أن أقول أي شيء أنه هكذا هيك بدنا نعمل أنت كافر بغض النظر عن شو دينك أنت كافر صحيح. أنت لازم تكون مش موجود على هذه الأرض يمكن بدنا نبلش بتوعية المواطن بشكل عام هلأ اللي ساعد في ظلم موجود وفي لا عدالة موجودة صحيح. في العراق ساهمت بانتشار هالفكرة بالضبط مزبوط. بالضبط فأنا فعلا أؤمن أن الحوار والمصالحة هي طبعاً. الخطوة الأولى الأولى لأنه أنا إذا عراقية وحس حالي غير مرغوب فيها في بلدي صحيح بروح عدوي صديقي أكيد صح أكيد وهيدا الفكر يعني يلي عم تحكي عنه داليا هن مش أول مرة بتصير بالعالم يلي عم بيصير بالعراق حصل قبل بحروب أهلية بكتير مناطق من العالم يلي هي زرع الرعب بالمواطن لما بزرع فيك الرعب ممنوع تحكي ممنوع تقول غير ما أنا بدي إلى ما هنالك بفرجيك صور قاسية على الشاشات لحتى تخاف فبتخاف أنت وما بتعود تقاومني يمكن الهدفية من وراء نشاطك اللي أنت بتدأتيه كشخص واحد أهميته هو أنه إذا براسي بفكري بقلبي بعقلي فقط أبدأ بقول لا إذا مش قادر أقوله على العالي لا أنا مواطنة والآخر مواطن معي هتلا أفتح له بابي يمكن من هون بلشت أكسر جدار الخوف يلي فيه حتى لو اليوم ما بدي أعبر عنه على العالي خايفة على حياتي إنما أكسر جدار الخوف خلي مبادئ الإنسانية اللي عشت فيها بهالبلد المنوع كل هالسنين ما تغيب لحظة بسبب الخوف يعني يو نو تانيا أنا لما كل يوم صار عندي هوس جوجل I Google me بالعربي وبالإنجليزي تأشوف شو ردود الفعل ردود الفعل يا ريت كلهم مثلك داليا يعملوا هيك حركة إذا بدنا نقولها أو حملة لأنه نحنا بحاجة لكل شخص الشيء الموجود فيك يكون موجود بكل شخص حواليك وحولينا لأنه إذا العراق هيك بيصير فيها رح تنتقل لسوريا رح تنتقل للبنان رح تنتقل لكل دولة عربية وكل دولة حتى برا ما بدنا نحكي بس هون لأنه الإنسان إنسان وين ما كان وكلنا عراقيين كلنا مسيحيين كلنا مسلمين هيدا هو يمكن الهدفية تبع أنا بدي أتشكركم أكيد Thank you so much لحضورك أكيد ونحن كلنا معك أكيد إيد واحدة وإن شاء الله يكونوا كتار اللي سمعونا واللي كمان رح يتواصلوا معك أكيد بتواصل مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكم بس هيدا عذاب لما تقعدوا واحد هون وريحة الأكل هيدا ضد حقوق الإنسان لازم بتصور المشاهدين صاروا بيعرفوا قد نحن عم ننهار كل يوم أكتر من يوم تكيو لأريك أكيد رح نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعدها منكون مع زينة بأجندة